السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف شارع جديد من شوارعنا، حكاية شارع قصر النيل. شارع عريق جدا من أيام الخديوي إسماعيل، تحفة معمارية، جميل جدا. شارع من شوارع وسط البلد الجميلة، تعال نبص عليه ونعرف فكرته. يلا بينا. بيبتدي شارع قصر النيل بميدان طلعت حرب. احنا النهاردة في حلقة جديدة مع من اعظم شوارع مصر كلها والقاهرة طبعا، شارع قصر النيل. شارع قصر النيل اللي هو اتسمى شارع قصر النيل من ساعة ما انشئ من ايام محمد علي، متغيرش اسمه. شارع عريق جدا وتأسس على ايد الدولة العلوية من ايام محمد علي لابراهيم بيه والخديوي اسماعيل والخديوي سعيد والخديوي توفيق والأسرة العلوية كلها. طبعا اللي قام بإنشاؤه وتركز فيه طبعا هو الخديوي اسماعيل صاحب الذوق الرفيع. طبعا تمتاز شارع قصر النيل اللي هو في وسط البلد طبعا بلوحة فنية، كل عمراته لوحة فنية. العمارة زمان كان بيتخصص لها 2000 جنيه مصري من 160 سنة من أيام الخديوي إسماعيل علشان ينشئ عمارة قيمة ذات تراث عالي. يعني طبعا التراث الفرنسي مؤثر في العمارات كلها. وطبعا الشارع بيضم مجموعة من المحلات براندات عالية جدا، حريمي يتخصص في الحريمي أكتر. طبعا قليل جدا في الشارع دوت تلاقي رجالي، كل الفاشن اللي فيه حريمي. طبعا شارع قيم جدا وفي مجموعة من العمارات القيمة جدا، وفي البنك المركزي على اليمين اللي جاي دوت. وطبعا أشهر عماير وعماراته مش في شارع قصر النيل بس، في مصر كلها، عمارة الإيموبيليا اللي كان بيقطنها مجموعة من المشاهير وعظام مصر وعظام الشرق كله، يعني ليلى مراد، نجيب محفوظ، لا نجيب الريحاني، أنور وجدي، وبعض مكاتب السينما والإخراج موجودة في العمارة ديت اللي هي على الشمال ديت الإيموبيليا. طبعا احنا واقفين في إشارة البنك المركزي اللي هو شارع اللي قاطع شارع قصر النيل، الشارع العظيم اللي موجود في وسط القاهرة. طبعا احنا داخلين دلوقتي على ميدان مصطفى كامل اللي بيقطع الطريق، برضو بيقطع الشارع، وبيبقى فيه صينية فيها تمثال المناضل الكبير مصطفى كامل، زعيم من زعماء مصر. وتحت التمثال بتاعه الكلمة الخالدة: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. طبعا الشارع جميل جدا وخروجه جميلة جدا لكل الناس او الميدان. اهو يا جماعة ميدان مصطفى كامل. شارع جميل جدا وده تكملة الشارع، واللي على اليمين والشمال دي يعتبر فروع بنوك مصرية: بنك اسكندرية، بنك ابو ظبي، برضو بنك خاص، بنك قطر الاهلي. على الشمال دي عمارة هيتم بنائها، عمارة طبعا. وبينتهي الشارع بميدان الاوبرا اللي فيه تمثال ابراهيم بيه. يا رب تكون الجولة عجبتكم ونتنول اعجابكم. اتمنى لكم كل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.